مشاهدينا الكرام حياكم الله. معنا اليوم في حلقة هذا اليوم بالعربي حلقة لها ثقلها، وشخصيتنا لهذه الليلة لها ثقلها الاقتصادي والاجتماعي في الكويت والمنطقة. هو جواد في عزم وعزيمة، مؤمن بأن الإنسان يصنع نفسه، درس في الليل وعمل في النهار ليلمع نجمه في وطن النهار، سار مع أبيه وأخذ بوصاياه في العمل بصدق ومحبة. ضيفنا آمن وطبق مقولة ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. انطلق في مجال المال والأعمال في سن مبكرة من عمره، البدايات بسيطة والنهايات عظيمة. ضيفنا سطر اسمه في رأس قائمة أثرياء العرب وصار أحد أهم التجار نفوذا في البلاد. مسيرة حافلة لشخصية مميزة تستحق القراءة في برنامجنا بالعربي. إنه رجل الأعمال السيد جواد أحمد أبو خمسين. أبو عماد حياك الله. الله يحييك، كل عام وانتم بخير. وانت بخير، بارك لك الشهر علينا وعليك وعلى أهل الكويت جميعا، أميرا وشعبا، حكومة وشعبا. احنا بنتابع معك تقرير عنك ثم نعود مرة ثانية بالعربي. حياكم الله من جديد. والعم جواد أبو خمسين. أبو عماد، يقال بأنك أحد صناع الاقتصاد في الكويت، وهذه يعني مما نشوفه من خلال مسيرتك. شيء هذا أكيد هو مبعث فخر لك شخصيا، وأيضا قدوة أمام الشباب اللي توهم بادين حياتهم في يعني أنه يكون اسم أو تاجر أو بداية تاجر صغير أو من الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة. فاليوم البدايات كيف كانت معك من 58 لليوم؟ أولا أنا مو من صناع الاقتصاد، صناع الكويت أهل الكويت كلهم. الكويت هي لا صناع الاقتصاد، صناع انت أحد الاقتصاد. صناع الاقتصاد بالكويت هم رجالات الكويت القديمة اللي سطروا بأعمالهم وتاريخهم. يوم ما أكو لا النفط ولا الفلوس وقفوا الكويت وصارت بلد تعتمد عليها واعتمدوا عليها حتى أهل المنطقة. لكن أنا واحد من اللي استكملوا هذه المسيرة، الحمد لله تعلمنا بالخبرة بالتجربة بما نسمعه من الكبار. وبدأنا الشغل، وفعلا احنا اللي يقولون مثل ما أنت ذكرت، ليس الفتى من قال كان أبي ولكن الفتى من قال هذا أنا. وأيضا الإنسان يجب أنه هو الله خلقه وعطاه عقل وفكر، يجب عليه أنه هو يبحث إلى الحياة. والحياة تبنى على كثير من الأمور، أهمها الاعتماد على النفس. لما كنت تبحث واجهتك صعوبات؟ تحديات؟ مشاكل؟ لابد الإنسان اللي بيبدأ أحياناً يتعثر، لكن يقولون كل طراق بتعلوم. تعلمنا من الحياة. يعني شوف الحياة هي اللي تعلم. واجهتك خزائر؟ واجهتنا خسائر. خسائر واجهتنا، مشاكل واجهتنا، تحديات. لكن الحمد لله نجحنا. اللي يجتهد من جد وجد، يعني ما في شك. ولذا اجتهدنا ونجحنا. وفعلا أنا بديت العمل من البداية من عمري 17 سنة. ما شاء الله. سنة 57. واشتغلت واعتمادي على نفسي. إن ليش أستحي يعني باب احنا لان هن شنو كانوا يخيطون بشوت. هذا اللي يسوون الدرز على البشوت، واروح المدرسه واطلع من المدرسه واجي اقعد وياهم، ويعجبني اسمع كبار السن واللي يجون واللي في ادباء في شيوخ يجون اللي يبي بشتو ولا بيخبن بشتو ولا بكذا، ويجون يقعدون وساعات وهي طريقتهم طرقهم يقعدون بالعشرة و15 يشتغلون، والراعي الديوان هو المعزب اللي يعطيهم البشوت. تذكر اسماء معينة كانت اي كثيرين مثل من جماعتنا، عيال البقشي، عيال القطانة، عيال من الشيوخ، من التجار يجون. الشيوخ اللي تسمع مجالسهم اقصد، لما يجي تسمع يقعدون في عندنا. عيال احنا من عيال العامر، من عيال البقشي، من عيال المطوع، من عيال الخارس، من عيال انواع صحيح. وهم يشتغلون
في هذا العمل عيال الشواب. ترى جماعتنا احنا احنا جماعتنا الاحسائيه مهنيين في كل شيء، حرفيين حرفهم. شوف انا قالها لي واحد احد المسؤولين الله يرحمه، قال انتوا اللي قامت عليكم الكويت. في الكويت كان في السابق تجار السفن اللي يروحون الى الهند وافريقيا وذيله، وتجار الغوص يعني النواخده، واللي يبقى في الديره في هذا انتوا اللي انتم منكم البناي والحداد والصفار والخياط والصاغه انتوا اللي في الكويت. فهذه ميزه، فاحنا بنعرضها. اهم شنو اهم شيء تذكره من وصايا والدك لك؟ وايد اشياء يعني اهم، مثلا انا قلتها كذا مره يعني موضوع الصدق. انا قريت عن موضوع انك خليك صادق مع الناس، يقول اصدق مع الناس وتشاركهم في اموالهم. لان كان اول اهل الكويت بسطاء، واللي عنده قرشين يحفظهم يشوف منه الثقه يعطيه ويستغل فيها او ينصحها فيها او يعمل له شيء. هذه يقول اصدق مع الناس وتشاركهم في اموالهم، وصاك بعدم الاضرار بالاخرين، وقال لي اوعى تضر احد. لا بس هو سألني من أقعد يمه، أجي من المدرسة وكذا وشوفني مهتم، يقول لي شو بتشتغل؟ أقول له بشتغل تاجر. يقول لي التجارة ترى ربح وخسارة. أقول له إيه أنا ما عندي قابل هالتحدي. إيه كان يقول لي وبعدين شوف التجارة تبي الصدق. زين عدم الإضرار بالآخرين والصدق، هل تشوفها عم عماد صحيح متوافرة صحيح في تجار هذه المراحل هذه السنين؟ والله كان أولين صحة للكويت، ويوم اللي كلمة أول عندنا اعتمد وصج وكذا. لكن من دخلت وانخلطت الأمور وصار يجون ناس بس قصدهم يبون يستفيدون بطريقة غير مدروسة. عيالك عيالك معاك بنفس الطريق؟ عيالي معي في الوصايا هذه، مؤمنين فيها، توصيهم نفس الوصايا؟ وصيتهم وعرفوا مني، لأن أنا ما خليت عيالي يتوظفون. ما توظف منهم إلا بس رائد أول ما جاء بياخذ خبرة، اشتغل في بنك الخليج ثلاث سنة. هو بعد شرطين علينا الله يذكره بالخير بسام ولد يوسف الغانم، يوم قلت له بيشتغل عندكم قال خمس سنين، لأنه هو من اللي مفوقين أصغرهم. أي ما شاء الله. وبنكينج يعني بيشتغل في مجال البنوك والصرف. مجال البنوك. فما قعد له ثلاث سنوات، طلبت طلبة منه إنه يطلع. بنوديه يروح يجلس ماجستير. يوم صارت وافق لي، وهذا عقب ما خلص وكذا كان تبدأ حرب تحرير العراق، وهذا أم رفضت قالت لا 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 بعد ما يسوون مثل ما صار أيام الاحتلال وإحنا اتطشرنا لا يروح حافظت عليك أم. وتالي دخل اشتغل في البنك الدولي العقاري سابقا، ولها الحين موجودة والحمد لله. وأنا فعلا ما خليت أحد منهم. ليش ما خليتهم يشتغلون في وظائف حكومية؟ أبي أدربهم أو وظائف خاصة يعني. أنا كلهم منهم في الثانوية أدربهم معاي، من يوصل ثانية ثانوي ثالث أقول له تعال وشوف وجرب أقعد وعلمه وشوف أحسن. ما حتوظف أبدا ما عدا قلت لك هالفترة رائد سنوات وتعالي. إحنا جبنا لك عماد الأكبر، نعم بنشوفه إحنا وياك وبعدين نرجع. أنا يعني مهما أتكلم عن أبوي، مهما أشرح، مهما أقول، شهادتي مجروحة. أبوي علمني، دربني، علمني الحياة، علم إخواني، دخلنا من إحنا بالثانوية، حط لنا خطط في هالحياة وشلون نقدر نمارسها. كان دائما هو اشتغل في الحياة الاقتصادية التجارية العقارية، بنى نفسه بنفسه من الصفر. دائما يقول أنا ابن هالبلد وولد هالبلد وراح أموت بهذا البلد وبلده، ودائما يسعي انه يحاول يحط نفسه في كل المواقف اللي توقف وتشرف البلد. هذا عماد الله يخلي لك ان شاء الله مع اخوانه واختهم بعد، الله يحفظهم جميعا ان شاء الله، وابناء الابناء. نعم. في كل تاجر في مسيرة حياته عمبو عماد يعني يكون دائما عنده نقاط تحول في حياته. نعم. يعني مثلا يتحول من خلينا نقول تجارة تصدير واستيراد إلى مثلا مصنع.
فهذا التحول يشكل له مثلا نقلة. نعم. إما يعني تفتح عليه الخير أو مثلا يخسر لا سمح الله. نعم. يحترف مثلا مثل ما قلت الإحسائية مثلا متميزين بالمهن في المهن والحرف. أي فأنت أيضا في نقطة تحول في حياتك تحولت فيها من الحرفة إلى تجارة العقار. نعم. هالقرار الشجاع الجريء هذا شلون أقدمت عليه؟ أنا أول ما بديت بصراحة استغليت وجود الظرف اللي احنا فيه. كانت الكويت في الخمسينات اخر الخمسينات انا اقول لك 57 58 كانت الكويت منطلقه نهضه. الخطه اللي رسمها الله يرحمه وسكره حاليا الامير الراحل عبد الله سالم ان شلون تكون الدوله الناهضه مدنيه بثوب جديد يعني في ذاك الوقت وهي اول بلد في الخليج. صحيح. والخليج وهي اللي تعتبر درة الخليج. فكان كل شيء يشتغل. فأنا من عرض خدت في البداية أمور ما يتعلق في قضية المدارس في البداية في 57 أورد بضايع حق أمور المدرسية من أحذية من ملابس من جنط من كل أشياء المدرسية وأبيعها على المهارة. أيه. وتجول اروح ابيع. انت تتجول؟ لا مو انا اتجول. أيه. ابيع عليهم ابيع على المتجولين على يعني. على على اي يشترون سوق الغرب اللي بسوق من دعيج بديله. صحيح. اروح لهم ويشترون مني اجيب البضاعه واوزعها عليهم وهم يفترون المهاره اللي كانوا يفترون على البيوت. وايضا تالي قمت خد دكان بشارع المهد الديني. أيه. اذكر المبنى بيت بنايه حق بيته وهو في طلع منه الدكاكين. الله يرحمه خليفه الشايجي ابو عبد الله المستشار الان اللي في مجلس الامه. اي نعم. ها؟ وانا ويمي خالد صالح العتيقي وسليمان العتيجي ويمي هذا ابو علي القبندي اللي مال الاطفاء. صحيح. وديله كلهم دكاكين ويمنا دكاكين عبد الرحمن الفارس ابو. أي. فارس وقيان. دكانك هذا شنو كان؟ هذا قمت ابيع فيه الاشياء على هذيل يجوني الساعه 5 الصبح اللي هي اغراض المدارس. المدارس وياها اخلط وياها شراشي وشغلات ووجوه المخدات والشراشي وذيلا ويجون ذيلا يروحون المناطق يلفون. نعم. وسجاد اللي يعلقونه في الحيط اللي فيه. أي. طاووس. نعم. وهذيلا هم المهاره يجون يشترون ويحملون عظهر ويروحون. شلون تقرر حاجه السوق؟ يعني انت هني يعني شفت السوق شنو محتاج اخذت هالصنف هذا هالاشياء موسميه. اي موسميه لأنها موسم المدارس. هاي واحد. والاثنين اللي غير الموسم ان عندك الاشياء الثانيه اليوميه. هل الفكر لا زال موجود عندك ب 2018؟ لا عاد انا تغير نشاطي. اي لا كبر السكيل. لا طبعا انا هم. أي. في عمليات التجاره. أي. يوم دخلت عاد في التجاره بطريقه. أي. متوسعه. أي. عندي فكر اذا شفت السلعه اللي بالسوق الان رخيصة تنباع بقيمتها يمكن أروح أستورد. يقولون لي تعال ليش تروح تستورد رخيصة موجودة موجودة بالسوق. أقول لي ما عليكم مني أستورد على ما تجي ثلاثة أشهر خلاص اللي بالسوق يصير ما كله أنا. أي. تحط السعر اللي تبي. أحط السعر اللي أبي وأبي. يستغربون يقولون ما شفنا واحد شيء هذا. كل تاجر لازم يكون لازم عنده مغامر في عنده قرار جريء شجاع لازم عنده قرار عنده حسبته يشتغل. والتاجر اللي يتردد شو يصير فيه؟ من أجيب البضائع دائما خصوص دخلت في عمليات البطانيات والشراش. أي. والشغلات اللي. أي. هي هذول من يجون يحملون الشركات إذا كان. أي. من اليابان ولا من إيطاليا يحملون البضائع يميع تبقىها موسمية. أنا أخلص بضائعي أول الناس بسرعة وأبيع أرد أشتري منهم. أه. ليش؟ لأنك جايبها من قبل. أنا لا هي جاية استوردها من قبل. لا ساعات تجي جميع. في الباخرة جاية. إيه. شحنات بس هم على ما يطلعونها وعلى ما يسووا يحطون بالمخازن. أنا لا أنا أخلص بنفسي أشتغل بنفسي. يعني ما متى جمعت أول مليون؟ الله يزيدك. والله ما عملت إحصاء لكن الحمد لله من اشتغلت أنا يعني ستينات سبعينات طول. يعني في أول مليون. أيه. طول دخلت. أيه. في العقار أنا يوم أنا الحقيقة تخصصت. شوف أول بديت في التجارة من سبعة الخفيفة هذه من 58 لا بديت. أيه. مشاركة
واشتغلت إلى 62 دخلت في عمليات العقار من 62 بعد ما سويت يجي 3-4 محلات وياي ولد عمي وماسك أنا دخلت في العقار. العقار هذا نقطة تحول في حياتك. أي لا حولت من تجارة إلى من 65 بديت أبني أبني وبيع كمقاول مو مقاول أبني أشتري أراضي ينبع وأبنيهم بنايات وكان وقتها البناية تكلف 10,000-20,000 دينار وتبيعها وأبيعها 25-26 ما شاء الله تربح في خلال 6 شهور تربح 20% يعني بالسنة 40% فقمت أبني ولذا بنيت في الكويت يجي 450 بناية ما شاء الله بالأخير اللي هو بالسبعينات آخر السبعينات اللي صارت المجمعات مجمع ما شاء الله المجمع الهدى ومجمع يقولون إن المليون الأول هو أصعب مليون والمليون الأول يسحب ملايين تتفق مع القاعدة يصير قاعدة صح هو اللي يقول لك يعني هو الذخيرة اللي تبدأ صحيح تتعب في البداية وتنجح في النهاية احنا نبي نشوف أحد أصدقائك المقربين اللي أنت من الناس اللي تحبهم وهو يحبك نبي نشوف شنو قال ونرجع لك أخو عماد جواد بخمسين يعتبر من الرجال العصاميين اللي بنى نفسه بذاته يعني وهذا حقيقة يعتبر من القلة اللي صادفوا أزمات متتالية إن كانت أزمات مرتبطة في سوق المناخ أو في أزمة 76 وهذا الرجل حقيقة دائما يعني ينهض بعد كل كبوة وهي دلالة واضحة بأن يعني هذا الرجل لا يخامره اليأس يعني ولذلك حسب العلاقة والمعرفة والصداقة اللي كانت لعشرات من السنوات يعني أعطت معرفة حقيقية بشخصية هذا الرجل لذلك نجد بأن أبو عماد يعني ضحى في حياته حتى بنى نفسه وبنى هذه الإمبراطورية المالية الاستثمارية العقارية العمو محمد هذا من رجال الكويت اللي أحسن مني يعني يؤدي دور حق الكويت في كل المجالات ودخل غرفة التجارة معانا في سنة 92 هو نصرنا كتلتين كتلة أنا وخالد مرزوق ومجموعة وكذا وهو مع عبد الصقر وذيلة ولكن راح للعمل الحكومي بعدين صار وزير لا هذا الوزير صار شوف هو اللي احنا كنا احنا اللجنة اللي ندير الكويت في الاحتلال بالاحتلال احنا سبعة اثنين من النظام الله يرحمه اثنين صباح ناصر اخو سعود اللي في السفير كان الله يرحمه توفى اللي كان وكيل وزارة الدفاع واظن زين اللي عندكم والثاني علي السالم والد سالم العدي هذيلا معانا واحنا الباقي خمسة عبد الوهاب وزان جاسم العون محمد البدر الفريق يرحمه توفى وخالد بودي وكان يمثل معانا في لأنه باعتباره فريق صحيح عسكري كان مثل عيسى شاهين أبو هذا سامي شاهين النائب ويانا وأنا الخمسة إحنا خمسة إيش كان دوركم؟ دورنا ندير الكويت في أثناء الاحتلال بالتنسيق مع الحكومة شؤون الناس واحتياجات الناس كل الأمور إحنا خلقنا العصيان المدني اللي العراق ما قدروا يعني يلاقون أحد يعمل معهم وهذه الكلمة اللي قالها
متران في تهنيته للشيخ الرئيس الفرنسي الله يرحمه الشيخ جابر، يقول يوم رحنا عقبها بأسبوعين وكنا أنا ويا المجموعة قعدت أنا يم أكبرهم سن، قالوا علني لحيتي كانت يم الرئيس الفرنسي، لا 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 يم الشيخ جابر جابر رحمة في الله ديوانية بابطين، وكنت أنا أشرح له وآخرها يوم قلنا لا احنا نحاتيكم انتم برا، قال لا احنا نحاتيكم انتم عند تحت النار والحديد. انا ما انسى تهنئة متران يوم ان رفع التلفون اول واحد الرئيس الفرنسي فرانسوا متران، قال انا ما هنيك على التحرير بس هنيك على هالشعب اللي قليل في عدده كبير بعمله. احنا الالمان يوم بيننا وبينهم فرق في الحروب بين حروب وكذا تعاونوا وياهم فرنسيين، وانتم اللي نسب وجوار ودين وكذا ما حد ما لقى النظام العراقي ولا جيش احد من الكويتيين يتعاون معه. الشعب يستحق ان احنا نجتمع العالم ويحرره. يقول هذا صح ودمعت عيونه الله يرحمه وهو يقولها يعني. فاحنا كنا ندير البلد، عبد الوهاب معي وكثير من الصور بعثها لنا السي ان ان والسي بي اس، صورنا أنا وياه وإحنا يوم التحرير مكتوب على الصور يوم التحرير اللي صحيح. إحنا لفينا وياهم في البلد ونعلمهم كذا. فعاد عقبها في أثناء الاحتلال سيطرنا على الصيدليات الأهلية على المستشفيات الخاصة على الأغذية والشغلات والجمعيات. كان في الكويت ذاك الوقت تجي 38 جمعية، الحين طافوا 50 الحين. إيه هذا يعني هذا يوم في الاحتلال أتكلم عن الاحتلال. إذا يعني كان دورنا دور اللي الحياة اليومية الحياة اليومية فخلقنا العصيان المدني. عندنا مجموعة صور نبي نشوف كل صورة وأبي أسمع يعني رأيك وتعليقك على هذه الصورة. هذه ما شاء الله نعم الشيخ نعم هذا طويل العمر أظن ما أدري أي والله العظيم تذكر أي سنة؟ أظن يمكن شكلك أصغر في السن مع سمو الأمير. هو عاد الأمير أحلى أحلى ما عندنا أحلى ما في الوجود الله يحفظه لأن أبونا عزيز علينا. لكن ما أدري والله شوف الصورة الثانية. أنا هذا عمري أنا 15 سنة. هذا توك ما بديت تجارة. أي لا بعيد توني هل عقال العود شلون متحمله. ما شاء الله الصوره اللي وراها نشوفها. هذا يمكن يوم برا الكويت. ها برا الكويت برا الكويت اي ما عندنا هالبلكونات برا الكويت. انا رحت في هذا التاريخ اظن كنت في منفس يوم اللي اتفاوض مع كمال ويلسون جبتهم حق سوينا الهوليدي ان ويوم جبته ومتى يا يوم كلمته وقال اجي الكويت وكان ماكو في المنطقه هوليدي ان بالمره. هذا الوكيل مال سلسله الفنادق. قلت لا هو مؤسس الهوليدي ان 41 وقلت له اذا تحبون تدخلون الخليج بوابه الخليج الكويت صفن على التليفون خمس دقائق. قال انت وينك في؟ قلت له انا بلندن. قال 1/7 وين تكون؟ قلت له وين تبيني؟ قال بالكويت. قلت له حياك الله. 1/7 جاء الصيف بالكويت ويوم جمعة. 1/7 ويوم جمعة في 76 ما شاء الله. نشوف بعد الصورة اللي وراها أو 77 تفضل. ما شاء الله هذا بوش الأبو والولد. الولد سناتور. هذا يوم سويت المكتبة مالت بوش في تكساس في هيوستن في الجامعة. ولده هذا كان سناتور مال تكساس. تو ما كان رئيس. شكل صغير يعني طبعا. وهذا حتى انت شكلك اصغر ما شاء الله شباب يعني ولا زلت طبعا. عاد هذا الكلام اظن 93 اظن 93. نشوف بعد الصورة الأخيرة. هذا محمد بن راشد. نعم هذا هني بالكويت. تشوف الاستثمارات في يعني خارج دولة التاجر يعني مثلا أنت في الكويت وهني بمقام الصورة يعني مع سمو الشيخ محمد بن راشد. نعم. أنك ككويتي تستثمر في دولة غير الكويت. نعم. يجذبك هالفكر
يعني هو يقولون من باب التنويع ها، واللي يقول صاحب المثل أذكر يقول لا تحط بيضك بسلة واحدة. أي نعم ها، يعني خل شوي تنويع. احنا هو كخبرة، لأن احنا بالعكس احنا في 76 الله يرحمه الشيخ يابر رئيس وزراء ونادى مجموعة احنا وقال ان علينا واجب دعم دول الخليج ودعم الدول المواجهة، وسويت المجموعة الكويتية اللي على ضوها، لكن دول الخليج توزعنا مجموعة ناس في دبي، ناس في الشارجة، ناس في عجمان، ناس في رأس الخيمة، ناس في البحرين، ناس في توزعنا ان احنا شركات، ولذا صار شركات اللي هي تدعم دول الخليج، وفعلا طلعت مبالغ كبيرة. بس خلصنا الحين من موضوع الدعم، الحين انتم مستثمرين في هذه احنا الدول. مستثمرين هي. المستثمرين اللي في الدول كلها في الدول دبي ما قامت الا على الكويتيين وتجار الكويت من الاساس. احنا بنشوف سيد عبد الوهاب الوزان بعد في جانب اخر من حياتك. كانت ديوانيته في ضاحية عبد الله السالم ليست الحالية ولكن القديمة، كانت خلية نحل فيها كافة يعني الشخصيات الكويتية، يعني من فنانين، من رجال أعمال، من ضباط، من، ولذلك هذا الرجل كان يبذل الكثير يعني، ووضع روحه على كفة خصوصا في فترة الغزو، وكان أحد أعضاء اللجنة الإشرافية لإدارة الكويت في ذلك الوقت. يعني اللي تفضل فيه هذا اللي أنا قلته الأستاذ محمد، بسم الله العظيم ما أدري إنه يقول هالكلام صاج، هذه يعني تاريخ، والتاريخ يثبت من خلال رجال أمثالكم يعني. وشوف مو بس هو وعائلتهم، كل طرع أباحوا كل حلالهم للكويتيين، هو عيال أخوه جاسم الوزان، كل الأغذية والشغلات وساهموا وساعدوا ولا أخذوا فلس، قالوا الكويت، الكل ضحى بالكويت، كثير أنا أعرفهم يعني من اللي هذا مشهود له، مشهود مو بس هو كذا، اليوسفي عندك، عبد العزيز غنام عندك، عيال على عبد الوهاب عندك، مجموعة كبيرة من أهل الكويت ضحوا بأغذيتهم وضحوا هذا واجب اتجاه الكويت، لأن الكويت أعطت بعد يعني بلدهم. صحيح بلدهم. ما فيها منه يعني، هذا اللي قال أنا أضحي ببلدي بالغال والنفيس، هو اللي ضحي عن بلده يعتبر شهادة لو صحيح. قتل بعد شهيد. أبي أرجعك للثمانينيات شوية يعني طبعا. يقولون بأنك توقعت أزمة المناخ بداية الثمانينيات. إيه أنا شوف هو ليش توقعتها وشنو شلون يعني توقعت، شو اللي خلاك تبني هالصورة وفعلا هي صارت يعني؟ شوف هي الله يسلمك، وهذه سألني عنها ولازم أقولها. الله يرحمه الشيخ يابر في 83 في أول السنة من عرض، لأن أنا يوم نجيب وجابوني من المكسيك أنا أقول لك العملية في البداية، هو أهل الكويت متعودين بلد تجاري وبلد تحويلي، يعني كانت مركز البضاعة اللي نجيبها بالكويت، اللي يشتري يجيب بضاعة بمليون دينار ينباع في داخل البلد بمئتين ألف، والثمانمية ينباع على ثلاث دول مجاورة إعادة تصدير، إيران والعراق والسعودية. زين ليش إيران تستورد من أكثر أمورها من الكويت، خصوص التجار اللي من إيران يجون عند السيف ويجيبون بضائعهم ويدخلون ويشترون ويصد، هذا إيران. العراق أيضا صعوبة الحصول على رخصة استيراد تطول على ما يطلب من العراق نفسه، فتشوف البلد محتاجة شيء يروح يطلب، ما تطلع الإجازة إلا عقب ثلاثة أشهر طاف التايم، بس شو يسوي علشان هو بيورد حق بعد ثلاثة أشهر صحيح،
إذا ما طلعت إلا بعد ثلاثة أشهر إذا وجات تقعد صحيح. فيجي الكويت بفلوسه أي. ويشتري فورا ويودي حق العراق. حق العراق أي. السعودية لا بلد مواسم الحج والعمرة ورمضان وهذه وبلد كبير صحيح. ليش إحنا تقول الكويت يجون يشترون منها؟ لأن إحنا نستورد كميات يصير سعرنا أرخص. أرخص بس أنا ما أبي أبعد وايد عن أزمة المناخ. هذا أنا بجيب لك إياه. والثانية أنا والثانية أن البحر من يجون إحنا تجيب كميات الشحن أرخص وفي نفس الوقت التأمين أرخص فنقدر نبيع على التاجر اللي بيشتري بمئة ألف دينار أرخص من يروح يجيب من هناك. صحيح. صارت الأزمة 82 انت برا الكويت دقوا عليك قالوا لك تعال. لا هذا ما كنت بالمكسيك وقتها؟ أنا في المكسيك كان من 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 انقفلت الأسواق بسبب الحرب العراقية الإيرانية. صاروا التجار شو يشتغلون؟ قاموا يتضاربون في العقار وفي الأسهم. زين هذا اللي خلقت المشكلة. أنا حسيت وصارت المدد البيع بالأجل. البيع بالأجل ومدة. يجيك واحد ما عنده يمكن ألف دينار يدخل يشتري بمئة ألف. زين هذا لو حلت مدة منين يدفع؟ ها هني تصير المشاكل. هو يبيع عقب شهر ولا شهرين لكن عنده مشكلة الباق اللي هو بين لأنه فلوسه ما تحل الجاب بين الاثنين. بين الاثنين هني أنا خفت قلت هذا لو وهذا اللي يقولون سلسلة طبعا واحد مربوط بالثاني. فقعدت أقول ترى فيه مشكلة بتحصل وحددت المشكلة أنها تبدأ كان السنة اللي قبلها رمضان شهر سبعة وأكثر تداول يصير بنص الشهر في شهر سبعة. قلت السنة هذه اللي لا حل السنة بتصير مشكلة ماكو فلوس وفعلا حلت المدد في آخر السبعة اللي مثلا هو شاري رجع شيكه دخل رمضان العيد عقب كم يوم مدة الأسبوع والعيد طب في أول ثمانية. وقلت للشيخ سعد وللجماعة وزير المالية الله يرحمه عبد اللطيف الحمد الله يذكره بالخير من الرجال يعني اللي يحسون بالله. وقلت له تالي يعني ظليت من أول سنة 82 وأنا أتكلم إلين أنا يأست. آخر لقاء كان في شهر 6 82 وأنا أحاول مع عبد اللطيف ويذكر يمكن عبد اللطيف موجود. قلت له قال لي زين أنا الحين يحتاج لو قال لي إيش تبي؟ قلت له أبي نسوي مقاصة وندخل فيها الشيكات ونوقف التداول ونبي لنا تمويل بريدج 200 مليون علشان فترة انتقالية نصلح بين الأمور بين تصلح بين الناس. قال زين أنا منين أجيب الحين 200 مليون يبي لها مجلس. المجلس سكر في منتصف 6 قلت له ما قال شهر 9. قلت له ماكو فايدة يطب في أول 8. هذا اللي غلرب عليهم أني أقول يطب في أول 8 وفعلا طب وفعلا يوم أنا حتى في جنيف قلت حق جاسم مرزوق أنا في أول جنيف حاضر مع العائلة هناك عشان المهرجان. قلت لأبو محمد يا أبو محمد الحين جاء السوق راح يطب. قال له أنت متخوف الحين يعني وفق أي شيء. أنا رحت أمريكا ورحت المكسيك. دق علي جاسم مرزوق 26/8 قال أبو عماد يقول الشيخ لازم ترجع أنت اللي تعرف الموضوع. قلت له والله الحين وين معنك توقعت قبل وقلت وطلبت فعاد هني ألزموني أن أكلموا صباح شماس حجز لي أكابلكو لوس أنجلوس نيويورك وركبوني في الجامبو في فوق أنا وعيالي لأن وقال لي لا تنزل في لندن لأن عشان كان موعدين أحد وأخروهم ما أدري والله. المهم أني جيت وصلت هنا يوم 29/8 يوم 1/9 أنا عند الشيخ قال يلا خلاص تالي ألزمني أن أنا ألزم السوق. شكلت لجنة وأنا عندهم الساعة 11 في مجلس وزراء وطلعت بالتلفزيون
وهم ما يدرون قالوا لهم اسألوا جواب. طيب هذا التفكير وهالنمط في التفكير اللي هو توقع أزمة من هالنوع، هل تعتقد أن الحين في 2018 أو 17 أو القادم من السنوات القريبة هل عندنا مشروع لأزمات اقتصادية ولا الجو صافي اقتصادية؟ لا الحمد لله وضعنا جيد الآن، وأعتقد التوعية كبرت من جهة المسؤولين ومن جهة واللي يقولون مثل ما قلت لك مساء أنا كله طراق بتعلوم الحين ما ممكن يعني ها والآن خلاص. اللي يديرون الوضع الاقتصادي والسوق كلهم شباب، شباب أميرنا ما شاء الله عليه شباب الشباب الله يعطي الصحة والعافية وطولة العمر ويسمع وإيده في الموضوع يعني وشوف تفائل أنت للقادم جدا متفائل إن شاء الله. إحنا مستقبل الكويت جدا ممتاز. بنوريك بعد جانب آخر هم بعد لرأي الشباب، بس في حادث يعني جانب كذي مهم صار أثر على الكويت كلها، بنسمع ونرجع لك. تفضل. والد يعني شوف عنده أفكار، عنده شغل، عنده أمور كثيرة. من الأمور اللي دائما يعني تعجبني أن الوالد فاني نفسه لهذا البلد وأهل البلد، ودائما يسعي على إيجاد كل السبل. أيام الغزو قعد ماهد البلد وقعد وكان من ضمن اللجنة اللي تدير البلد مع المجموعة اللي موجودة، ساعد كثير من الناس. وقت التفجير الإمام الصادق وقف وساعد وكان مع الجرحى مع الناس، مع لما يا صاحب السمو دائما هو يسعي على وضع الخير، وعلى إضاءها أسس مبرة بجواد بخمسين أولاد الخيرية. تفجير مسجد الإمام الصادق يعني كان حدث هز أركان ووجدان الشعب الكويتي كله، وكان حادث مؤلم. كان أول الناس الواصلين سمو أمير البلاد الشيخ صباح عسى الله يطول عمره إلى مكان التفجير، وشفناك كان لك دور يعني رئيسي ومؤثر يعني في المشاهد في أول ساعاته. هل حادث هذا استذكاره يعني هذا اليوم وإحنا في أيام مباركة يعني لتآلف المجتمع الكويتي؟ شوف هذا ذاك الوقت كانت المنطقة كلها يشوبها نوع من التوتر ونوع من التطرف إرهابيين وناس مغرر فيهم ومغسولة مخهم وكذا. والحقيقة كان أنا من قبل أسبوع في المسجد لقيت تواجد أمني كبير قبل أسبوع من الحين قبل أسبوع اللي هو قبل الحادث. نعم. وكان الأمن مهتم وكذا، والظاهر عندهم نوع من التحفظات أو وقالوا لنا لا تخلون النساء يجون وسكروا الأبواب، وفعلا بس الحمد لله أن يوم الحدث الكاميرا عندنا تشتغل ودخلنا نصلي، واحنا نصلي نجمع صحيح. بس بين الصلاتين لا يقل عن 45 دقيقة نص ساعة صحيح. تصير الخطبة وتصير إعلانات وتصير كذا. خلصنا أو الفرض الثاني في آخره، وأنا لحسن الحظ أنا أقعد بصف العمود مني هاي الباب هني الدخلة، وراي يمكن 4 صفوف وأنا أقعد جنب العمود دائما أتكي على العمود أقعد يعني وقت اللي خصوص لا خلص الصف الفرض الأول يصير تخف الناس شوية صحيح. الصف ما أدري الصلاة العصر يصير أقل نزحف، أنا صرت في وجه العمود مني ما سمعت، وفي آخر ركعة سمعت ضربة قوية طاح عقالي وغترتي وقمت اركض طلعت حافي من الدخنة بس أدل الباب يعني مع أنه ما ينشاف شيء. دخلت طلعت أقول للشرطة مسكول إذا بشيء متفجر ولا شيء، كان يقولون لي لا هذا واحد مفجر نفسه ها. أنا من قال لي فجر نفسه رجعت اركض
ما أخذت دقيقة ونص يعني طلعة والدخلة بس إلا أطالع دمان والناس مقتولين. أنا الحين لبست خدت قطرتي يمي واحد من حيال المهنة وإذا هو مكسي دم كان أقول له قم أخذت بيدي بطلع. اليوم جيت أطلع وإذا جثث طايحة طلعت ويا برك بالسيارة. أثر أحمد كلمه وزير الداخلية كلموا الدفاع المدني جاءت من الهلال يمن الاطفاء سكرت على سيارتي مع اني انا واقفه قبال المسجد وشان بروح مع هذا الا ورا بقول حقي مال الاطفاء وخر ابي اطلع ما عليهم مني نزلوا لو اكو شويه نار في المدخل صحيح. اكيد دخلوا الا جاءت اسعاف ركبت هذاك رجعنا قمت اجمع المصابين لا الجرحى والمصابين نطلعهم لبرا طلعنا جي 5-6 واذا بجيت او يمكن 4 الا بجيت وزير الداخليه حتى بالعقال محمد الخالد الله يذكره بالخير جاب يدخل قلت تدخل خطر قال لا ما ياثر خل اشوف المهم الا جاء سليمان الفهد وزير الداخلية وكيل الداخليه نعم في وقتها انا في هالاثناء واذا بجيت سمو الامير جسمه الامير انا واحنا نشيل على طول فك الباب نزل مع السائق بروحه وتعرف يوم جمعه صحيح وبسرعه من بلغه جاء يركض ومخلص الصلاه تقريبا صلاه الجمعه جاء عند المسجد دخل يدخل اول باب قلت له طول عمره لا تدخل خطر قال لا هذا لعيالي الله اي ودخل دخل وجاء يم التفجير وشاف الجثث وديلا وبكه ورجع للسيارة ومشى حد احنا تواتت هذا مشهد الجمهور. تاريخي يعني. هذا المشهد التاريخي واللي أذكر اثنين قالوا عنا مهمين يعني يوم اللي رحنا لهم عقب أسبوعين نشكرهم أنهم شاركوا في التعزية والأمير استمر معانا في تنظيم الفكرة هذا المشهد أبو عماد كان القصد منه حسب يعني رؤية الكثيرين الفتنة في الكويت لكن زاد تماسك الكويتيين وحده نعم احنا راح نوقف معه يعني اللي يصور التشييع وصور المسجد الكبير اللي صار فيه العزاء والصلاة الجماعية اللي عقبها هذه كلها نتائج لموقف زادت وحدة أهل الكويت حتبقى تاريخ للكويت واحنا كل سنة في شهر 9 رمضان نسوي تأبين والسنة راح يتم احنا الحين راح نسوي فاصل بالبرنامج وبعدين نرجع لك ان شاء الله بالعربي نرجع مع ضيفنا الكريم سيد جواد أحمد أبو 50 أبو عماد بقول لك مجموعة أسئلة ونبي تعليقك السريع عليهم بالعربي ماذا تعني لك الإحساء؟ الإحساء أولا بلد عربي خليجي أسرتي الرئيسية والأساسية فيه والأحساء بلد قديم وعريق وتاريخي صحيح. وتعرف أن تاريخه من 6000 سنة بالعربي مخزن السلام مخزن السلام أول محل ترخص عندي بشارع المعهد الديني في الكويت في دائرة الكويت اللي أقول لك في مبنى شو اسمه الله يرحمه خليفة الشايجي وكان أذكر عزيز واحد علي اللي أعطاني ترخيص كانت البلدية صج اللي يقولون البلدية هي الحكم المحلي كان داود العثمان الله يرحمه كان هو مسؤول في البلدية وهو اللي أعطاني الترخيص بالعربي 15,000 ربية 15,000 ربية هذه كسبتها خلال فترة 57 اللي من تركت الدراسة بالنهار حولت أدرس بالليل في المعهد الديني الثانوية أنا كنت اشتغلت نفسي اللي قلت لك وألف وجمعت في سنة 15,000 ما شاء الله بالعربي عينك على حلالك دواء نعم هذا مثل أبوي قال لي يا مرة وهذه يقولون يتداولونها عينك على حلالك دواء يعني لا تترك حلالك وتعتمد على غيرك
لازم حتى إذا بتعطي أحد غيرك وتثق فيه بس عينك عليه. بالعربي كأس مو الأمير والفروسية. كأس مو الأمير أنا أخذت كؤوس وفي كان في السبعينات كان يوم الأمير الحالي الله يحفظه كان الرئيس الفخري حق الفروسية. أنا في السبعينات دخلت في الفروسية لغرض أن أولادي بالريس بالسباق الفروسية وكان الكذا وعندي وبلغ عندي عدد من الخيل وكنت آخذ ساعات أطلع الأول ما شاء الله. في بعض السنوات في السباق مو أنا أركب طبعا عندي خيل الجوكي. لكن أنا خليت أولادي من ضمن هواياتهم الرياضة هي وفي الخيل عشان أحفظهم من التيارات الأخرى. بالعربي النهار. النهار جريدة رسالة لوطننا وأن أنا بلدي تحتاج من عندنا نحن نشارك في كثير من الأمور ونبي نقل الخبر الصحيح. بالعربي التين الفاكهة. التين أولا من اللي هي نعمة من نعم الله اللي الله ذكرها في القرآن زين ولذا يقولون واحد ياباني درس القرآن ولقى أن التين ذكر مرة وذكر الزيتون سبع مرات ويقول جرب عمل تجربة أن على كذا إنسان كل يوم يأكل يعطيهم سبع زيتونات وتينة واحدة وتحسنت صحتهم بشكل. بس يقولون أحلى تين في الكويت تين مزرعة أبو خمسين. والله أنا هذا نعمة من الله الحمد لله. أنا يعني فعلا عندي كان شجرة تين قديمة في عندي في الجرين مزرعة أول ها وهذه المزرعة كان فيها تينة ونقلتها ثلاث مرات مرة في الفنطاس ومرة هناك والآن هي أنا طلعت منها كثير من الشتلات وهو أنا من التين اللي أحبه وفعلا يعني والحمد لله هاي نعمة من نعم الكويت الحمد لله. بالعربي المال شو يعني لك؟ المال وسيلة ما هو بالغاية. الغاية أنك أنت صحتك وسمعتك وأسرتك ترى أسرة وما عندك صحة ما تسوى تعذبهم طبعا وانت مريض ما عندهم سمعة تبهدلهم صحيح. فإذا أول تربي والمال هو اللي الله قال عليه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. شنو أخذ منك المال؟ ما أخذ بالعكس عطاني ما أخذ. شنو عطاك؟ عطاني أولا الإيمان وعمل الخير وأنت يعطيك الله المال عشان تكون رسول له رسول في الأرض إنك, إنك تساعد ها؟ والمال يشجعك على الجهاد الأكبر خليفة الله في الأرض لمساعدة الناس نعم. اللي مساعدة علاقة التجار الكويت ببعضهم. والله التجار الكويت تبي التجار مثل الأول ما تلقى لكن الحمد لله الكويت احنا بعدنا احسن من دول اخرى. الكويت يعني يحبون بلدهم ومن ضمن حب البلد التوافق والتآلف والمحبة والمساعدات. منو اصعب منافس عندك؟ منافس ما اقصد يعني تاجر ولا شيء. ينافسني احب اللي ينافسني احبه لان احس فيه خصوص لو صار اصغر مني احس فيه اني انا وشجعه ولذا أنا أحب الشباب وأحب أنهم يجتهدون. وأنا على فكرة مو خريج ولكن ألقي محاضرات ساعات حتى في الجامعة ينادوني ألقي محاضرات عن الاقتصاد وعن وشجع الشباب. التجارة والسياسة أصدقاء ولا بالعكس هم عنصرين ولذا الجامعة يدرسون سياسة واقتصاد ما ترى ما تدرس اقتصاد بروحه وسياسة يقول لك لأنهم ردفين مع صحيح. بعض اللي ما يعرف اقتصاد تصعب عليه السياسة واللي ما يعرف سياسة تصعب عليه الاقتصاد. نصيحة منك خلاصة تجربتك لشباب أصحاب المشاريع الصغيرة شو تقول لهم؟ كلهم ما أبيهم يؤسون يشتغلون واللي يحب مساعدة ويحب أي شيء احنا حاضرين بابك وبالعكس مفتوح. بابنا مفتوح ودائما إذا أول إذا لقيت محاضرة في الجامعة كان صادق البسام وديلا يديرون بوايان وجدي شرقس الله ترك الكويت يقال
كانوا يتصلون معاي ويأخذوا مني معلومات وكذا. بالعكس أفرح لأنك أنت كل ما تعلم إنسان تفرح أنك أنت هوايتك واللي نجحت فيها. وإحنا فرحانين أنك اليوم معانا وسعداء بوجودك. الله يطول بعمرك على الصحة والعافية ويحفظك إن شاء الله، وضيف عزيز بالعربي على هالبرنامج، ونتمنى لك دائما إن شاء الله الصحة والعافية وطولة العمر. الله يعطيكم الصحة والعافية، وأشكركم من تلفزيون الكويت، من وزيركم إلى قيادتكم إلى إدارتكم إلى هالطاقم الحلو اللي دائما يونسنا في بيوتنا. الله يطول عمرك. شكرا لكل من تابعنا، نلقاكم إن شاء الله في يوم جديد قادم يكون بالعربي.